أهلا وسهلا فيكم بوقفة مع الشعر، مع الشاعرة الأردنية أسماء السوافيري. صباح الخير أسماء. أهلا عزيز، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. أهلا وسهلا يا أسماء. يعني أنا مبارح عم بطلع على، بحكي أنا وياك على التليفون وبطلع على الويب سايت اللي عندك وتجاربك الشعرية، بالفعل كتير حلوة وكتير فيها أحاسيس، فهلا أحب كتير نعرف اللي عم بيحضرونا على تجربتك الشعرية. أسماء، أنت أطلقتي ديوانك الأول بعنوان لأجلك أمطر بمهرجان الشرق الدولي للكتاب بشهر 11 2012. كان هناك في أمسية شعرية وتوقيع للكتاب. كيف كانت أصداء ديوانك الأول يعني من وقت إطلاقه لهلأ؟ مزبوط، مثل ما حكيتي هذا أول ديوان شعري لإلي صادر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع الأردنية. كان الإعلان عن الديوان عن طريق حفل توقيع بسيط بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وأعقب دعوة من دائرة الثقافة والإعلام الشارقة لعمل أمسية شعرية كمان بالمعرض، والحمد لله الأصداء يعني حلوة وإيجابية، في إقبال جيد يعني من القراء والأدباء على الديوان. شو أحلى تعليق مثلا إجالك أو ردود فعل على هذا الديوان؟ كثير بحب فلما القراء اللي مثلا اشتروا الديوان بيبعثوا لي وانه بيحكوا لي انه مثلا هاي القصيده اكثر شيء هي اثرت فينا، يعني كثير بنبسط لما انه الكلمات ترافق او تلامس احاسيس القراء. حلو، ايش تحبي تقراي لنا من ديوانك الاول؟ بحب اقرا قصيده ثأر القصيده. دائما بحكي انه ثأر القصيدة، هزيمتي أمام القصيدة هي انتصار، يعني انتصاري هو بيكون أمام هزيمتي. أوكي نبلش؟ يلا بلش. يتعثر صوتي بالمطر فيزهر الحبر على كف المدى، تتراشقني المعاني وأرشقني بها، لكنها تغمز غيم أنفاسي بليلا يشبهني. يتبرعم الزهر على شفة الحكاية ويروي عني أشياء لا أعرفها، أفكاري مبللة وفجر الغد البعيد ما زال يسبح في بحر الأماني، لا يابسة تحمل وزر الماء كما الورق، يعلو موج الحرف فينصت الصوت ليحترف الكلام، قفير من نحل يمشي في أصابعي، يلسعني الوجع لو لم أسمح للجداول بالانسكاب على شفير ورقة، ولكل انتحار نكهة مختلفة، نقاط تكسر حاجز سكوني وتستفز دمي لينزف ما تبقى مني لأولد من جديد على رسل فكرة. كثير حلو. أسماء، هلا يعني الإنسان أنت بتقولي إنه هو كتلة من المشاعر والأحاسيس والمواقف والتجارب، بس شو اللي بحركك أسماء لتكتبي؟ لازم يكون دائما في شيء بيستفز الكاتب أو الشاعر لحتى يكتب. ممكن مثلا أكون جالسة أنا وشخص بغرفة، هو ممكن يشوف هذا الكوب مثلا شيء عادي، بس ممكن هذا الكوب بالنسبة إلي أشوف دمعة الكوب. يعني دائما الشاعر بيكون في له نظرة مختلفة إلى الأشياء من حوله، ممكن تكون حالة، ممكن يكون شخص، ممكن يكون شعور. طب لمين بتقرأي؟ ما عندي شخص معين أو كاتب معين يعني بتبعه أو يعني بقرأ له دائما، بحب دائما أنوع قراءاتي، ممكن بقرأ لمحمود درويش، بقرأ لمحمد بنيس، بقرأ الأحلام مستغانمي، جبران خليل جبران. بحب أقرأ القديم والجديد. طب هلأ مثلا إذا يعني كتير بلاقي دائما من خلال الاستضافات اللي بيجوا عنا وهيك شباب وصبايا لهم تجارب شعرية، عندهم الموهبة، بس إنه بفكر اللي بده يرتقي فيها ويتطور فيها يعني لسه بده يشتغل كتير، فشو بتنصحي مثلا إذا ناس زي هيك مثلا عندهم الموهبة، شو بتنصحيهم لمين يقرأوا شو يعملوا أكتر، يعني اللي زي ما تقولي بثري تجربتهم الشعرية بثري مفرداتهم؟ مزبوط. أول شيء بحب أنصحهم بالقراءة ثم القراءة ثم القراءة، ما يحصروا قراءتهم بس مثلا إذا كان شاعر ما يحصر قراءته بس في مجال الشعر، لازم يتنوع قراءاته، ممكن يقرأ رواية، يقرأ نصوص، يقرأ شعر،
لأنه القراءة دائما بتفتح مدارك واسعة أمام الشخص وآفاق جديدة، بتفتح نوافذ جديدة مشان يصيغ المشهد بصيغة جديدة عليه، يستخدم مفردات ما استخدمها قبل هيك، يعني بيتطور الأسلوب عندهم. بس طبعا لازم الكاتب دائما يحتفظ بأسلوب معين وخاص فيه، يعني مش انه هو بيقرأ لشخص او لكاتب معين انه يتبع نهجه، لا بيستفيد منه بس لازم يكون متميز بأسلوب خاص فيه. شيء ثاني لازم يضل يكتب، يعني ما يتوقف عن الكتابة فترات طويلة. كمان اذا الانسان يعني اذا ما نادته الفكرة واذا ما ألح الالهام عليه لحتى يكتب، لازم ما يجبر حاله على الكتابة، لازم يكون في شيء بداخله بيدفعه لهذا الشيء. حلو حكيك. طيب هلا عم تشتغلي على ديوانك الجديد، عم بتحضريه، شو ممكن يكون بيختلف اسلوبه طرحه، شو اللي بيختلف عن الاولاني الديوان الاول؟ ان شاء الله انه بيكون اسلوب مختلف، وانا بوعد القراء انه يكون شيء يعجبهم، يكون اكيد في تطور لانه الانسان والكاتب لازم دائما يتطور لقدام، وان شاء الله انه ينال استحسان القراء والادباء. بتحبي تقراي لنا من الجديد؟ بحب اقرا هاي القصيده بهديها لامي. اسمها انا بنت الحياه. ذاكرتي العتيقه صداها المبتل في صوت امي، عطر ضحكتها اجراس القلب السعيد، القمر المتصاعد على جدران دمي، قبلة في مبسم الفجر، عيون الأنفاس تحرس الصلوات. غريبة عني إذا ما فاتني موعد عينيها، إذا ما مر سريعا موكب الصباح، كيف يتدلى اسمي كأغنية حين أمطت الوقت وأتلون بالرياح. غطيني فجذوري في ماء الكلمات راقصة، ونخل هوائي في معجم النجمات. ضميني يا إكليلا من الغار ودفء الملح في صوت المعجزات. كم أحب أنك يا أمي أمي، كم أحب أنك يا أمي أمي، كم أحب أني دون الخليقة بنت الحياة. يا الله شو حلو على الصبح الواحد يسمع هاي الكلمات. رائعة. أسماء كتير حلو. طيب أسماء، هلأ بهذا الديوان لسه مش عارفة شو بدك تسميه. مزبوط، لسه ما قررت إمتى بدك تخلصي الشغل عليه. هلأ بتحددي جدول؟ يعني مثلا هلأ الشعراء أنه كله بده يكون هيك إلهام وكذا. مزبوط. يعني بتحددي إمتى بدك تطلقيه ولا بتستني تعبي مجموعة من القصائد؟ أحب أني أتأنى، لأني مثل ما قلت لك حابة أوعد القراء بشي يكون مختلف ومتطور عن الديوان الأول، فمش حابة كتير أستعجل فيه، بس إن شاء الله أجمع مجموعة حلوة من القصائد إن شاء الله وقتها قررت. قرائك أسماء بتتواصلي معاهم؟ هلأ أنت ب 8/3/2013 أطلقتي صفحتك الرسمية أو الموقع الرسمي واللي هو أسماء -السوافيري.net، وعندك أيضا صفحة على فيسبوك. يعني صار منحس أنه بهذا الوقت صار التواصل بين الشاعر وجمهوره كتير أكتر، فقديش بتلاقي مواقع التواصل الاجتماعي مهمة لشعراء اليوم؟ هو بصراحة شيء كتير هلأ صار مهم، شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، لأنه ما عاد هلأ الكل يروح على المكتبات ويشتري كتاب، هلأ الكل عم بدور على أسهل شيء أو الشيء الرائج حاليا اللي هي الفيسبوك والأشياء الثانية. الحلو بهاي الشبكات أنه بتقدري تلمسي التعليقات القراء على الكتابات، حتى الانتقادات، يعني مش شرط أنه الإعجاب بالموضوع، وهذا الشيء حلو يعني. طيب هلا في زي ما نقول يعني في ايجابيات وفي سلبيات. هذا يعني هذه الايجابيات انك بتوصلي، بس الشيء اللي بخوف انه على مواقع التواصل الاجتماعي ما في حقوق نشر، يعني ما في شيء حقوق خصوصا صفحه على فيسبوك، فكيف بتلاقي هذا الشيء، كيف تتعاملي معه او بياثر عليكي ولا بتتغاضي عن السلبيات في سبيل الايجابيات؟
بحاول اتغاضى شوي عن السلبيات. وانت امبارح سالتيني قلتي لي ليش مسميه قصاصات فراشه. هي قصاصات لانه انا بنزل فيها بس مقاطع صغيره، قصاصه يعني شيء صغير، ما بنزل يعني دائما قصائد كامله. تنسرق يعني؟ ممكن 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 بتصير للاسف. طيب هلا شوفي اسماء، انت حضرتك زوجه وام لطفلتين 4 سنين و5 سنين، ورجعتي انت لتجربتك الشعريه، شو بتلاقي كونك هلا مشغوله وعم تكتبي يعني كاتبه وشاعره، عملتي اول ديوان بصدد اطلاق الديوان الثاني، شو بتلاقي هاي التجربه بتضيف لك لشخصيتك وبالتالي بنعكس على دورك كزوجه وام؟ مزبوط. هلا طبعا دائما العائله هي اهم شيء، وتقسيم الوقت بيلعب عامل كبير في الموضوع. يعني ما في شيء، ما حدا يحكي انه في شيء مستحيل اذا الوحده تزوجت وانجبت انها تتوقف عن مواصله تحقيق حلمها وبلوغ طموحها. في كل ما الانسان حاول انه يوصل للحلم اللي هو بيسعى له، كل ما اقترب اكثر من الاعماق ووصل لذاته أكثر، وبالتالي بتزيد سعادته وبتنعكس هاي السعادة على الناس اللي حواليه. يعني بتلاقي حالك بتعطي أكثر، بتكوني سعيدة أكثر مع بناتك أكيد. مع زوجك، مع بحياتك. مزبوط. مرة ناس حكى أنه وراء كل رجل سعيد امرأة ناجحة، فأنا مثلا كتير بقتنع فيها أنه لما الست تكون ناجحة بتلاقي انعكاسها إيجابي على كل جو البيت، حتى بتكوني أنت قدوة لبناتك اللي هم بيلاقوا المثابرة والعطاء عند والدتهم، فهذه هي أحسن قدوة. أنا كتير كمان بحاول أنمي هذا الشيء عند بناتي، يعني بحب أقرأ لهم قصص وأشتري لهم قصص، بحبهم أشجعهم أنهم كمان يقرأوا القصص، يعني يألفوا قصص ويحكوا لي إياها. عم بيكون الكتاب جزء يومي من حياتهم؟ تقريبا قبل النوم. حلو. رائعة أسماء عن جد. واللي حب قصائد أسماء بتقدروا تطلعوا على موقعها اللي هو asma-alsawafiri.net، وقصصات فراشة صفحتك على فيسبوك. فيسبوك مزبوط. أهلا وسهلا أسماء، بنتمنى لك التوفيق فيكي. وأهلا وسهلا فيكي. شكرا. أنت أردنية ولكن مقيمة في دبي، فأهلا وسهلا فيكي ببلدك الأردن. أهلا فيكي. أنا شكرا كثير على الاستضافة الجميلة، وقمت رؤية دائما تتحفنا بالمواضيع الاجتماعية والثقافية والترفيهية. شكرا كثير لكم. يعني نحن رؤية منكم وإليكم، فنحن بنقدم شو عنا لأهلنا وناسنا. شكرا أسماء. شكرا لكم.